إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت. أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بعناوين النشرة مع رشا الخطيب. مساء الخير. إلى العناوين. رئيس الحكومة هو بموجب الدستور صلاحياته بألف الحكومة. ولادة الحكومة متوقعة نهاية الأسبوع وحركة مشاورات ناشطة للدفع بها. Lebanon has witnessed 4 Israeli invasions. مجلس الأمن الدولي يبحث قضية الأنفاق. المندوب الأمريكي يتهم حزب الله بتهديد لبنان. واليونيفل تؤكد خرق القرار 1701. البيت الأبيض يعلن بشكل مفاجئ بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا. يا الله، مش وقت كادو عيدة لسميرة هلأ. خلص رح جيب لها الجزدين. تانت وداد، اشتري ببطاقة بلوم بس ادفعي بالنقط يلي مجمعتيهم. بس تشتري غراض من الانترنت فيكي ما تستعملي مصرياتك، بتقدري عبر الاي بلوم تحصل على الغراض اللي بدك ياهن من خلال الجولدن بوينتس اللي مجمعتيهم. خي بيضنا وجهنا مع سميرة وما دفعنا ولا ليرة. اي بلوم، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. حين يزور الرئيس المكلف سعد الحريري القصر الجمهوري فهذا يعني أن مراسيم ولادة الحكومة ستعلن في حينه، وفقا لما أكده مصدر مطلع لتلفزيون مستقبل. لعل خيرات الطبيعة في هذه الأيام تنعكس على لبنان في ملف تشكيل الحكومة، ويبدو واضحا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح نحو أعلان الحكومة نهاية هذا الأسبوع. ومن بيت الوسط الذي زاره الوزير جبران باسيل والتقى الرئيس المكلف سعد الحريري، أكد على تفاؤله وعلى أن الرئيس المكلف يؤلف الحكومة بموجب الدستور وبحسب صلاحيته، ثم يحدد مع رئيس الجمهورية الموعد المناسب لإعلان ولادتها. أما الاسم الذي صار له بورصة احتمالات في الساعات الأخيرة فهو في عهدة رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة والبت به في جلسة مشتركة قريبة. لكن الانفراج الحكومي يقابله تصعيد حدودي، فبالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي مخصصة لبحث قضية أنفاق حزب الله التي تصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كشف المتحدث الرسمي باسم اليونيفل أن النفقين المكتشفين في كفركلة المطلي يخترقان الخط الأزرق والقرار 1701، وهذا ما أبلغه لرئيسي الجمهورية والحكومة، وسمع منهما التزاما واضحا بالقرار 1701. نبدأ من مستجدات تشكيل الحكومة وأجوائها الإيجابية. تقرير ناهد يوسف. بعد 7 أشهر على التعطيل وابتكار العقد، عادت الإيجابية إلى مسار عملية تشكيل الحكومة، إذ تتجه الأمور في هذا الملف إلى الحسم خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذه الأجواء انعكست ارتياحا في بيت الوسط الذي قالت مصادره للمستقبل إن اللبنانيين على بعد 10 أمتار من تشكيل الحكومة، ثم ليعلن الوزير جبران باسيل أن الحكومة قد تشكل خلال يومين. كلام باسيل جاء بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حيث بحث معه في آخر الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، واستكمل النقاش إلى مائدة غداء. أعلن بعدها باسيل أن البحث شدد على أن ينجز كل ما يتعلق بالحكومة الجديدة بسرعة، من البيان الوزاري إلى الثقة والمباشرة بالعمل، من دون أن يدخل في التفاصيل والأسماء. رئيس الحكومة هو بموجب الدستور صلاحياته بألف الحكومة، وهو رئيس الجمهورية بشوفه أنت من المناسب إليه أنه ننتهوا وبيعلنوا هيدا الشيء. في أكيد شوية شغل بتبقى، رئيس الحكومة هو بيتابعه وبيعمله، ونحن اللي بهمنا المبادئ الأساسية يلي تألفت على أساس الحكومة. أنا هلأ يعني ظاهر من اجتماع مع رئيس الحكومة، وبعتقد أنه يعني حتى حكيت أنا وياه عن الشيء اللي بدنا نحكيه، وبعتقد صرنا جاهزين. هالتفاصيل هيدي ما بتتطلب، الله راد وإن شاء الله ما بتتطلب أكثر من يومين لتنتهي ويكون في عنا حكومة قبل العائلة. التفاؤل والإيجابية عكسهما أيضا السفير المصري في لبنان نزيه النجاري بعد اجتماعه إلى الرئيس الحريري.
بالتأكيد هناك اهتمام مصري كالعادة باستقرار لبنان، ومن أهم هذه الأمور يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية، ونحن نسمع أخبارا جيدة عن قرب هذا التشكيل. وتمنى السفير المصري للرئيس الحريري كل التوفيق والنجاح في الجهد الكبير الذي يبذله منذ أشهر عدة من أجل الوصول إلى هذه الغاية التي تحقق مصلحة لبنان. والحديث عن إيجابيات بقرب ولادة الحكومة رافقت أيضا لقاءات المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومصادر مطلعة ترجح ولادة الحكومة بين الجمعة والأحد. يواصل المدير العام للأمن العام حركة الاتصالات واللقاءات في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لفكفكة عقدة سنة الثامن من أذار تمهيدا للإعلان عن مراسيم تأليف الحكومة. وفي هذا الإطار سجل لقاء بين الرئيس عون واللواء إبراهيم. ووفق مصادر متابعة فإن إبراهيم وضع عون في أجواء اللقاءات التي أجراها. ووفق المعلومات فإن سنة الثامن من أذار وضعوا 4 أسماء غير نهائية بانتظار عودة النائب فيصل كرامي. وقالت المصادر نفسها دون أن تؤكد أنه يمكن أن يزور نواب سنة الثامن من أذار بعد يوم الجمعة، وأن يتم اللقاء بينهم وبين الرئيس سعد الحريري في اليوم نفسه في قصر بعبدة بحضور رئيس الجمهورية ميشيل عون. وعليه إذا أسفرت هذه اللقاءات عن نتائج إيجابية كما هو مرجح، عندها يكون هناك إمكانية للإعلان عن مراسيم تشكيل الحكومة مساء الجمعة أو حتى يومي السبت والأحد. إلى ذلك التقى اللواء إبراهيم وزير الخارجية جبران باسيل، وقد أكدت مصادر مطلعة أن مهمة اللواء إبراهيم شارفت على الانتهاء والدخان الأبيض سيتصاعد قريبا. وبعدما أشيع عن بروز عقدة أرمنية، أوضح النائب أجوب بكر دنيان أن ليس هناك عقدة، إنما التفصيل يحتاج إلى حل وأن الأمور إيجابية في هذا الاتجاه. وهنا يقول بكر دنيان أن لا خلاف مع حزب القوات اللبنانية لأن الأرمن ممثلون بالحكومة بوزيرين، وزير يمثل كتلة نواب الأرمن ووزير عن القوات اللبنانية. وعليه يؤكد بكر دنيان أن صحة التمثيل تقتضي أن تحتفظ كتلة نواب الأرمن بحقيبة وزارية، لأن الحصة الأرمنية تقتضي وفق المعايير حصولهم على حقيبة ووزارة الدولة، وهذا ما يتم العمل عليه. الأجواء التفاؤلية عبر عنها أيضا الرئيس نبيه بري الذي قال أننا أصبحنا على مشارف تشكيل الحكومة وأن المهم تألفها. التقرير لمع ظاهر. الجو إيجابي جدا بحسب مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال أمام نواب لقاء الأربعاء النيابي أننا أصبحنا على مشارف تشكيل الحكومة. الإيجابية هذه قابلها شيء من العتب عند رئيس المجلس. أن ما حصل من إشارات إيجابية عن قرب تشكيل الحكومة شكل عملية إنقاذ في آخر لحظة، رغم أن هذا المخرج الذي تم التوصل إليه بنجاح قد طرحه دولة رئيس المجلس النيابي منذ أكثر من 4 شهور. على كل حال، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. بالنسبة إلى رئيس المجلس فإن الحكومة المتآلفة وحدها تستطيع اتخاذ الإجراءات وتنفيذها، وأما تلك المختلفة فهي تؤزم الوضع أكثر. من هنا فإذا كان التأليف مهما فالتآلف أهم. إنه على الأرجح إذا قبل الأعياد طلعت الحكومة ممكن يصار إلى عقد جلسة بعد 6 الشهر القادم، لأنه مطلع العام الجديد، وهو يعني يأمل أن يكون البيان الوزاري مقتضبا. الرئيس بري عرض خلال لقاء الأربعاء لعدد من القضايا، من أهمية دور الهيئات الرقابية وتفعيلها إلى دعم القضاء لتطبيق القوانين بحق المخالفين في قضية تلوث نهر الليطاني. في ملف آخر، انعقد مجلس الأمن الدولي في جلسة لبحث أنفاق حزب الله المزعومة، وشهدت الجلسة مواقف اتهمت حزب الله بتهديد لبنان وإسرائيل والمنطقة. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مخصصة لبحث قضية أنفاق حزب الله مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام طالب السلطات اللبنانية بتعطيل الأنفاق، مشيرا إلى أن الأنشطة الاستفزازية على الحدود تزيد من مخاطر الاحتكاك، وأعلن أن يونيفيل نشرت قوات إضافية على طول الخط الأزرق. من جهته
قال نائب المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إن حزب الله يشكل تهديدا لإسرائيل ولأمن المنطقة، مطالبا السلطات اللبنانية بالتصدي للأنفاق، كما وأكد دعم الجيش اللبناني في دوره كقوة شرعية وحيدة. من جانبه دعا المندوب الفرنسي في مجلس الأمن السلطات اللبنانية لحفظ الحدود ومنع أي تجاوزات للخط الأزرق، مشددا على أن فرنسا ستواصل دعم الجيش اللبناني. إلى ذلك ندد المندوب الكويتي في مجلس الأمن بالخروقات الإسرائيلية ضد لبنان، مؤكدا أنها تفوق خطر أنفاق حزب الله، وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية شملت التجسس والمراقبة أيضا. وقبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله يحاول بناء مواقع جديدة للصواريخ الدقيقة بعد كشف الاحتلال في أيلول الماضي لمصانع في محيط مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري ببيروت. واعتبر نتنياهو أن حزب الله يمتلك حاليا على الأكثر بضع عشرات من الصواريخ دقيقة التوجيه. تزامنا أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفيل أن نفقين مكتشفين قد خرقا الخط الأزرق، وبالتالي خرقا القرار 1701. تواصل قوات الاحتلال استفزازاتها عند الحدود الجنوبية، وقد اجتازت دورية معادية مؤلفة من 12 عنصرا سياجة تقنية في الجهة المقابلة لمنتزهات الوزاني، وقامت بعملية تمشيط للمنطقة في ظل تحليق لطائرة استطلاع من دون طيار. وفي حين وضع العدو الإسرائيلي حفارة أبار بالقرب من السياج التقني لجهة الأراضي الفلسطينية المحتلة مقابل محلة كروم الإشراقي في خراج بلدة ميس الجبل، سحبت قوات الاحتلال 5 جرافات كانت تقوم بأعمال الجرف في المنطقة المذكورة، مما تسبب بتغيير معالمها جغرافيا. تزامنا أكد المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تينانتي على وجود 4 أنفاق لحزب الله، 2 منهم على الأقل خرقا الخط الأزرق، واصفا المسألة بالخطيرة وكاشفا أنهما يقعان في منطقة المطلي المقابلة لبلدة كفركلة. وفي مقابلة له مع عدد من الإعلاميين أكد تينانتي أن التحقيقات التي تجريها اليونيفيل ما تزال مستمرة في هذا المجال. UNIFIL head of mission and fourth commander Major General Dilkal met in the last couple of days. إن اللقاءات التي عقدها قائد اليونيفيل مع رئيسين عون الحريري والقادة اللبنانيين في بيروت كانت إيجابية، وقد أكدوا لنا التزام لبنان بالقرار 1901. وبالرغم مما يحدث في الوضع جنوب المستقر، كما أن الجانبين أكد لنا عدم الرغبة في التصعيد والحرص على الاستقرار. بدورها شددت وزارة الخارجية على رفضها لجميع الخروقات للقرار 1701 من أي نوع كانت، مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل وقف جميع خروقاتها للسيادة اللبنانية والتي تزيد على 1800 خرقا سنويا جوا وبحرا وبرا. وأشارت إلى أنه فيما لم يكتشف لبنان والأمم المتحدة منذ صدور القرار 1701 أي أعمال هندسية تجرى على الجانب اللبناني، يسجل كل يوم خروقات خطيرة جدا على أمن اللبنانيين. في قصر بعبدة قدم السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، ثم زار رئيس مجلس النواب في عين التيني. على وقع موسيقى الجيش التي عزفت النشيد الوطني اللبناني، حضر سفراء 6 دول معتمدين في لبنان إلى قصر بعبدة، حيث قدموا أوراق اعتمادهم إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون بحضور وزير الخارجية جبران باسيل. ومن أبرز هؤلاء السفراء سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري. البخاري انتقل بعد ذلك إلى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في زيارة بروتوكولية تم خلالها عرض الأوضاع العامة. السفير البخاري من مواليد العام 1972 انضم إلى السلك الدبلوماسي عام 1996، حائز على شهادة الماجستير في السياسات الدولية من جامعة كاليفورنيا الأمريكية والدبلوم العالي في الدراسات الدبلوماسية من معهد الدراسات الدبلوماسية في الرياض، ويتقن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. تولى مسؤوليات عدة وعمل في القنصلية العامة في لوس أنجلوس وبرلين، وعين قائما بالأعمال بالإنابة في سفارة بيروت ومديرا عاما للشؤون الدبلوماسية والمراسم ونائب وكيل الوزارة لشؤون المراسم. وتتابعونا بعد الفاصل. خروقات الحوثي لهدنة الحديدة مستمرة، وواشنطن تؤكد أن العقوبات على إيران لا تشمل الأدوية.
قال مسؤول أمريكي أنه من المتوقع أن يكون الإطار الزمني لسحب القوات الأمريكية من سوريا ما بين 60 إلى 100 يوم. وذكر المسؤول أنه سيتم سحب كل القوات الأمريكية عند اكتمال المراحل الأخيرة من آخر عمليات ضد تنظيم داعش، مضيفا أنه سيجري إجلاء كل موظفي وزارة الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة. وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان رسمي أنه جرى البدء في سحب القوات الأمريكية مع الانتقال إلى المرحلة التالية من الحملة ضد تنظيم داعش. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات أمريكية هناك. وفي أول تعليق لها على القرار، اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية القرار المفاجئ طعنة في الظهر وخيانة. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش قتل نحو 700 سجين لديه في غضون شهرين تقريبا شرق سوريا. وأفاد المرصد بأن السجناء كانوا بين 1350 فردا بين مدنيين ومقاتلين يحتجزهم داعش في منطقة قرب الحدود العراقية، ويسيطر المتشددون على قطاع صغير من الأراضي شرق نهر الفرات في سوريا حول بلدة هجين التي دخلتها القوات المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الحالي. أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أنه لا يمكن للحكومة الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة ما لم يعد الأمن والاستقرار للحديدة، إضافة إلى تحقيق كل ما تم التوافق عليه في محادثات السويد. يعقد ممثلو طرفي نزاع في اليمن اجتماعا عبر دائرة فيديو مغلقة لبحث سحب جميع الميليشيات من مدينة الحديدة. وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أكد أنه لا يمكن للحكومة الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة ما لم يعد الأمن والاستقرار للحديدة، إضافة إلى تحقيق كل ما تم التوافق عليه في ستوكهولم، موضحا أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة دخل حيز التنفيذ، وأن لجنة حكومية شكلت من أجل التنسيق وإعادة الانتشار تحت قيادة وإشراف الأمم المتحدة تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية للمدينة والسلطات الشرعية إليها. ميدانيا أعلن تحالف دعم الشرعية عن تدمير طائرة بدون طيارة ومنصة إطلاقها في مطار صنعاء الدولي. وأكد التحالف أن تدمير الطائرة جاء في مرحلة الإعداد لإطلاقها وتحييد هجوم حوثي إرهابي وشيك. إلى ذلك أشار التحالف أن الميليشيات الحوثية تستخدم مطار صنعاء كثكنة عسكرية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الإنساني. يذكر أن هذا الخرق القانون الدولي الإنساني ترافق مع خرقات أخرى منذ ليلة الاثنين الثلاثاء لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة. هذا واتهم التحالف ميليشيات الحوثي بخرق اتفاق الحديدة محذرة من انهيار وقف إطلاق النار في حال استمرت تلك الخروقات ولم تتدخل الأمم المتحدة سريعا. إنسانيا أعلن مسؤول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الطرفين المتحاربين في اليمن تبادلا لوائح تضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص يعتقد بأنهم معتقلون في إطار اتفاق لتبادل السجناء جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي. وأوضح أنه متوقع أن تضمن لوائح أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن وبعض الأجانب المحتجزين في البلاد. قال الكرملين أنه سيمضي في صفقة لبيع أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة S-400 لتركيا، على الرغم من موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع نظام منافس لأنقرة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه يجب النظر إلى الصفقتين بصفتهما صفقتين منفصلتين، مضيفا أن روسيا تثق في أن أنقرة لن تكشف أسرار نظام S-400 لشركائها في حلف شمال الأطلسي. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد ذكرت أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة بقيمة 3.5 مليار دولار لبيع أنظمة باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي لتركيا. نفى ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران براين هوك ما زعم المسؤولين الإيرانيين أن العقوبات الأمريكية ضد طهران تشمل الأدوية والإمدادات الطبية. وقال هوك أن النقص في الأدوية الذي تمر به إيران ليس سببه العقوبات وإنما الحرس الثوري الإيراني، مضيفا أنه يمكن للإيرانيين الذين يمكنهم الوصول إلى الإنترنت دون رقابة أن يروا على المواقع الوزارة أن المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية معفاة من العقوبات. أقر الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية وبغلبية 69 صوتا مقابل 38 أقر قانونا يقضي بطرد وترحيل عائلات منفذي العمليات من منازلهم ونقلهم للعيش في مناطق أخرى من الضفة الغربية المحتلة.
ويقضي القانون بتخويل نائب قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال تنفيذ عملية الطرد خلال أسبوع من وقوع العملية. وتتابعون بعد الفاصل. ضبط لحوم وأجبان فاسدة مهربة من سوريا. وريسيتال ميلادي ينشر الفرح في السراي الحكومي. أهلا بكم من جديد. في مجلس النواب أقرت لجنة المال والموازنة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية، وذلك خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقول تويني وعدد من النواب والفعاليات القضائية. وبعد الجلسة اعتبر كنعان أن لبنان أصبح جاهزا تشريعيا لأكبر قدر من الشفافية في القطاع العام شرط التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق، وإلا فعلينا محاسبتها. بعد صدور قانون قرض البنك الإسلامي المخصص لتطوير مرفأ طرابلس، اجتماع ترأسه وزير الأشغال يوسف فنيانوس بحضور النائب ديما جمالي لمناقشة الخطط المستقبلية للمرفأ. تطوير مرفأ طرابلس كان محور اجتماع عقد في وزارة الأشغال بحضور الوزير يوسف فنيانوس والنائب ديما جمالي ومستشار رئيس الحكومة فادي فواز ومستشار رئيس الحكومة لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، إضافة إلى عدد من الفعاليات. الاجتماع بحث في الاستراتيجية الموضوعة لمستقبل المرفأ. غدا إقرار لجنة شؤون الخارجية والمغتربين قانون القرض المقدم من البنك الإسلامي بقيمة 86 مليون دولار أمريكي لتطويره. الهم المشترك طبعاً هو مرفأ طرابلس. إن شاء الله مثل ما أنتم تلاحظوا هذا التطور اللي عم بيصير فيه، عم نفكر أفكار جديدة اليوم مطروحة، مش بس توسعة والاستفادة من القروض اللي مقدمة، عم نفكر بما إزاي يمكن أن يكون عليه دور مرفأ طرابلس إن شاء الله بالخطط الاستراتيجية اللي عم ترسم له. التركيز على مرفأ طرابلس وإعادة تأهيل وتوسيع المرفأ، نحط خطة استراتيجية ورؤية للمستقبل، وإن شاء الله بدنا نكفي مسابرين على هالمشروع لحتى ينجح، لأنه منعرف قدي أهمية مرفأ طرابلس كمرفأ حيوي لينعش كل المدينة. ومن المتوقع تأجير القرض للعمل على تطبيق رؤية المرفأ الذكي من خلال تطوير البنى التحتية له وإعادة ترتيب المساحات الداخلية وتنظيمها، وصولا إلى تخفيض فوارق الوقت بين عمليات التفريغ وإعادة التحميل والتسفير. ومن المنتظر أيضا إنشاء برادات تخزين الفاكهة الجبلية تسهل عملية تصديرها مع الحفاظ عليها لأكبر فترة ممكنة، ليتحول المرفأ من خلال تنفيذ هذه المشاريع إلى العمل ضمن معادلة أساسية تعتمد على السرعة والكفاءة والجودة. في الشمال تم ضبط كمية كبيرة من اللحوم والأجبان الفاسدة المهربة من سوريا. تمكنت شعبة المعلومات في الشمال من مصادرة شاحنة آتية من سوريا محملة بما يقارب الطنين من اللحوم الفاسدة وعدد صناديق من الأجبان والألبان في منطقة البداوي، وعلى الفور تم حجز الشاحنة في سرايا طرابلس وألقي القبض على سائقها وبشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص. محافظ الشمال رمزي نهر عين الشاحنة مؤكدا أن جميع المتلاعبين بصحة المواطنين سيتعرضون لأقصى العقوبات الجزائية. منحذرهم أنه رح تكون عقوبات كتير قاسية، ما حدا يجرب يتلاعب بصحة الناس، لأن نحن بالمرصاد وكمان شعبة المعلومات مشكورة بالمرصاد لأي عملية من هالنوع هيدا يلي عم تأذي المجتمع وعم تأذي كل الناس. وقد تم إتلاف كل محتويات الشاحنة في مكب النفايات في طرابلس بأمر قضائي. أعلنت قيادة الجيش أن دورية من المخابرات دهمت منزل المطلوب نادر الحاج حسين الذي يعد أحد كبار تجار المخدرات، وأوقفته وضبطت في منزله الكائن في تل الزعتر كمية كبيرة من المواد المخدرة بالإضافة إلى مبالغ مالية ومسدس حربي. كما أوقفت مديرية المخابرات في محلتي عشقوط والحدث المدعوين الياس نعم عطية وحسن علي حيدر لإقدامهما على ترويج المخدرات ولحيازتهما كمية كبيرة منها. رد منسق عام قطاع المهن الحرة في تيار مستقبل طارق الحجار في تغريدة على عضو لقاء ديمقراطي النائب بلال عبد الله بالقول: نتمنى على النائب عبد الله ألا يقحم نفسه بين المستقبل وشحيم، وألا يتمنى علينا ما لا يتمناه على نفسه. شحيم للجميع ونحن في صلب تركيبتها،
وحضورنا فيها لا يحتاج إذنا من أحد، وبالتأكيد وليد وتيمور بيك جنبلاط لا يرضيان بهذا الأسلوب الخاطئ في مخاطبة أمين عام تيار المستقبل. وكان النائب عبد الله قد تمنى على أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري ألا يتمادى في تدخله في شؤون شحيم وبلديتها، وألا يضغط هنا وهناك متخطيا الأصول والأعراف كما قال. وأضاف أنه أسلوب خاطئ بمبررات واهية غريبة عن أخلاقيات مدرسة الشهيد رفيق الحريري، وانصرنا للأسف. برعاية وحضور الرئيس سعد الحريري أقيم في سرايا الكبير حفل ميلادي لأطفال أيتام من جمعيات بل لأطفال أيتام من جمعيات خيرية. ارتدت السرايا الحكومية حلتها الميلادية وعلت الموسيقى في الأروقة والباحات فيها، حيث اندمجت مع ضحكات أطفال من مختلف الجمعيات الخيرية اللبنانية. في حفل أقيم برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري استمتع الأطفال بالاستعراضات الراقصة لفريق كيتس موندو وفرحوا بالألعاب والهدايا التي قدمت لهم. الموسيقى والألعاب لم تكن المفاجأة الوحيدة للأطفال، إذ لم يأبى الرئيس الحريري إلا الانضمام إليهم في قاعة الاحتفال حيث التقط الصور التذكارية معهم. حفل غنائي في متحف الصابون لمناسبة الأعياد المجيدة. في أجواء الاحتفال بالأعياد المجيدة وفي خطوة تهدف للإضاءة على المعالم التراثية في صيدا، نظمت المبادرة الثقافية في المدينة حفلا غنائيا في متحف الصابون التابع لمؤسسة عودي في صيدا القديمة، أحيته الفنانة مايا حبيقة بحضور حشد من الفعاليات السياسية والروحية والأهلية. نحن هيدا النشاط اليوم منحط ضمن المبادرة الثقافية اللي ابتديناها من شهر ونص بخنصاصي ومستمرين فيها، وبتمنى تكون اطلاقتها عم تاخذ الصدى الايجابي اللي نحن عم نهدف له، اللي هي الاضاءه على الاماكن السياحيه والتراثيه بصيدا القديمه اللي بتستاهل واللي اصحابها بيستاهلوا على الترميم وعلى الاشياء الحلوه اللي عم يعملوها بقلبها. وكان الحفل استهل بتقديم نبذه تاريخيه عن متحف الصابون كمعلم تراثي انطلق من بيت آل عودي الذي يعود إلى القرن السابع عشر، وتحول منذ سنوات متحفا فريدا من نوعه لكل ما يتعلق بصناعة الصابون. في بيت الوسط زيارة بروتوكولية للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري ولقاءات عدة للرئيس سعد الحريري. التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري السفير السعودي وليد البخاري في زيارة بروتوكولية بعد اعتماده سفيرا لبلاده في لبنان، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية. وكان الرئيس الحريري قد ترأس الاجتماع الرابع للمنتدى التشاوري التشريعي في حضور النائبين بهية الحريري وديما جمالي وممثلين عن النقابات العمالية. وخلال الاجتماع أوضح الرئيس الحريري أن الهدف من هذا المنتدى هو خلق المزيد من أجواء التفاعل بين الهيئات المنتخبة ونواب المستقبل ومعه شخصيا، واقتراح الأفكار والرؤى التي تهم النقابات والعمال، داعيا هذا المنتدى لأن يكون خلية نحل للعمل على تحقيق مقررات مؤتمر سادر ووقف الهدر والفساد واستكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري من أجل قيام البلد وإيجاد فرص عمل للبنانيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم. كما استقبل الرئيس الحريري الدكتور غسان دبيبو وعقيلته الدكتورة سهى غانم والأستاذ طلال غانم. دبيبو أوضح أن الزيارة هي لشكر الرئيس الحريري على جائزة التميز العلمي في العلوم الطبية والتي تسلمها من المجلس الوطني للبحوث قبل أيام. والتقى الرئيس الحريري المدير في جامعة جورج تاون ماريا كامبو ومؤسس جمعية قدام الجامعة في لبنان نيكولا قساطلي وسيدة غنى الحريري. قصات لأوضح بعد اللقاء أن كامبو تزور لبنان حاليا بهدف الاطلاع على نشاطات الجمعية في لبنان، وقد حرصت على مقابلة الحريري باعتباره من خريجي هذه الجامعة. الرئيس الحريري التقى المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، وعرض معه آخر المستجدات ونشاطات الأمم المتحدة في لبنان. كما استقبل الرئيس الحريري سفير إندونيسيا في لبنان أحمد حازم حميدي، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين. الرئيس الحريري التقى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال جراح، وعرض معه الأوضاع العامة.
الأوضاع العامة في البلاد والشأن الصيدوي عرضتهما النائب بهية الحريري في مجد العيون مع مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان بحضور رئيس بلدية صيدا محمد السعودي. سوسان أمل أن تولد الحكومة المنتظرة وأن تعالج الملفات العالقة لا سيما المعيشية والاقتصادية منها. وكانت الحريري قد تداولت في أوضاع صيدا مع رئيس البلدية وقائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد غسان شمس الدين. النائب الحريري أكدت أن التربية والتعليم هما المجال الوحيد لتغيير الأوضاع نحو الأفضل. استعادت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري مع عدد من أساتذتها وزملائها بعضا من ذكرياتهم المشتركة خلال زيارة قامت بها لمدرسة المربية إنجليك صليبة الرسمية التي حملت اسم مدرسة التقدم في الفترة التي كانت فيها الحريري تلميذة في صفوفها. الحريري جالت على أقسام المدرسة التي شهدت مؤخرا عملية إعادة تأهيل وترميم برفقة مديرة المدرسة نادية أبو ظهر والهيئة التعليمية. بعد ذلك توجهت الحريري بكلمة للتلامذة متمنية لهم مستقبلا زاهرا وأشارت إلى أن التربية والتعليم هما المجال الوحيد لتغيير الأوضاع نحو الأفضل. النائب رولا طبش تزور مؤسسة التنمية الفكرية التابعة لدار الأيتام الإسلامية وتؤكد دعمها لها ولمسؤوليتها الإنسانية. بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري للإضاءة على موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، زارت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش مؤسسة التنمية الفكرية التابعة لدار الأيتام الإسلامية، وكان في استقبالها نائب الدار سلوى الزعتري ومديرة المؤسسة فاتن كايد. وخلال جولتها على أقسام الدار أبدت الطبش إعجابها بالمهارات المميزة التي قدمها التلامذة، كما استمعت إلى ما تعانيه المؤسسة بسبب عدم دفع مستحقات من قبل الوزارات المعنية، مؤكدة دعمها للقضية بعدما دق ناقوس الخطر. أنا بوعدكم مثل ما قالكم دولة الرئيس الحريري، أنا بذكر أول اجتماع لكتلة المستقبل من بعد الانتخابات، هدف الرئيس كان وأول مطلب هو الاهتمام بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعاد ويكرر هذا الموضوع مرارا وتكرارا. وبالتالي اليوم بوعدكم أكيد رح أحمل هذه القضية للآخر، لح نطلع فيها للرأي العام، لح نطالب فيها ونعلي الصوت داخل البرلمان وداخل الحكومة وبالمجتمع لنوصل قضيتكم للآخر، لأنه اللي عم تعملوه هو من أنبل الرسائل اللي نحن فينا نقول موجودة. كما كانت كلمات لكل من الزعتري وكايد ثمنت ما يقوم به الرئيس الحريري للمؤسسات الاجتماعية، كما كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحاضن لهذه المؤسسة. في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أعلنت وزارة الصحة أنه خلال قيام فريق من مراقبيها وبمؤازرة دورية من قوى الأمن الداخلي بإقفال مركز المستوصف الطبي التابع لجمعية الإصلاح الخيرية وتحفيظ القرآن في منطقة وادي الزيني لعدم حيازته ترخيصا ولأن أطباء غير لبنانيين يعملون فيه، تعرض لإطلاق نار كثيف من أكثر من مكان، إلا أن الفريق أنهى مهامه على الرغم من المخاطر وختم المستوصف بالشمع الأحمر. وأكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون مع المستوصفات التي تخالف القانون وستستمر بحملتها في هذا الإطار. الصناعيون يرفضون التشهير الإعلامي بهم ويقولون أن الليطان خط أحمر وأنه رافع اقتصادية للبنان. تقرير بس الخطيب. رفضت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل وفي مؤتمر صحفي تحت عنوان وقف استهداف المصانع المتهمة بالتلويث، رفضت حملة التشهير التي تطال القطاع الصناعي مؤخرا، محملة المعنيين المسؤولية المعنوية وحتى القانونية على هذا الصعيد. وقال الجميل إننا لن نسمح بالتهجم علينا والتشهير بنا، ولن نقف متفرجين تجاه ما يسيء إلى مصانعنا، ونحن اليوم كقطاع منتج نشكل الرافعة الأساسية لإعادة النهوض باقتصادنا المأزوم. يتمثل بالهجمة الممنهجة التي تشن ضد مصانعنا والدعوة لمقاطعة منتجاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أسألهم بربكم ماذا تفعلون؟ هل يكون الدفاع عن البيئة بهذا التحريض غير المحق تجاه مصانع شرعية تلتزم القوانين ومستعدة للذهاب بعيدا في هذا الإطار؟ ما يجرب حدا
يضرب هالقطاعات، لانه هيدي الاساس اللي رح تقدر نطلع منها من الازمه الاقتصاديه اللي احنا موجودين فيها حاليا. موضوع نهر الليطاني بالنسبه لنا خط احمر فعلي. موضوع التلوث مش معنيين فيه صناعيين لوحدهم، ونسبه التلوث اللي فعلا قائمه من بعض الصناعات هاي صناعات غير مرخصه، لا نحن ولا الدوله عم تعمل اجراء، لا نحن قادرين نعمل اجراء ضدهم ولا الدوله والمعنيين قادرين. باعتراف وزير معالي وزير الصناعه اللي منكن له كل احترام انه 70 معمل على الليطاني الملوثين، 70 معمل غير مرخص. وناشد الجميل الصناعيين الذين لم يباشروا تطبيق الاجنده البيئيه وهم قله قليله ان يلتزموا الشروط البيئيه والجداول الزمنيه المحدده من وزاره البيئه في هذا المجال. نصل الآن إلى صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. طقس متقلب عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق حول الشرق الى البحر الابيض المتوسط حتى يرجع يستقر نهار الجمعه. تفاصيل اكثر عن طقس لبنان بنشوفها بعد جوله على الدول العربيه. بنبلش جولتنا مع القاهره، الحراره بتوصل فيها لل 20 درجه، 18 درجه بتونس وبالرباط. بنكمل على بغداد 18، 14 بدمشق، 11 درجه بالقدس، والختام عم بيكون مع الكويت والدوحه 24، اما الرياض 26 درجه. نصر هلا على طقس لبنان. بكره الجو العام عم بيكون بين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحراره، تتوصل اقصاها لبكره على الساحل ل 18 درجه، اما ادناها ل 12 درجه. بالنسبه للرطوبه عم بتسجل اقصاها 80%، اما سرعه الرياح بتوصل لل 35 كيلومتر بالساعه. بالجوله عم تتراوح من 5 ل 12 درجه، اما بالداخل عم بتسجل اقصاها 13 درجه. جولتنا اللي بتاخذنا من الشمال للجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه. بنبلش جولتنا من الشمال مع كار 16، 17 بطرابلس، 4 بالقرس، 16 درجه بالكوره، 17 بالهرمر، 16 بالقاع، 9 ببعلبك، 10 درجه بيريا. بنكمل على جبال 17، 6 بميروبا، 18 درجه بجوني وبعبده. بيروت كمان عم توصل فيها الحراره ل 18 درجه، وطقس عم بيكون بين قليل الغيوم الى غائم جزئيا، 13 بزحله، 14 بشتوره، 15 بعنجر، 18 درجه بمشغره. جيزين كمان 18، 14 براشيه، 18 درجه بمرج عيون وببنت جبال، والختام عم بيكون مع بيت الدين 14 والمناطق الجنوبيه صيدا سور وقانا و 18 درجه. مثل ما ذكرنا لبكره بيكون في عنا طقس بين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار درجات الحراره، تتوصل اقصاها لبكره الخميس ل 18 درجه، اما ادناها لل 14 درجه. بالنسبه لنهار الجمعه والسبت عم بيكون في عنا انخفاض بسيط بدرجات الحراره مع استقرارها، تتسجل اقصاها 17 درجه. بمنطقة الأرز الحراره عم تتراوح بين الصفر والاربع درجات. هيدا كان كل شيء لليوم، بشوفكن بكره. والآن فقرة رسوم متحررة. يا بالكاميرا فوت قنبلة يا زلمة، تركني معصب ومش طايق حالي. خير يا زلمة، شو بيك؟ شو في؟ لك ضيعت أمالي، كنت معلق أمالي وضيعتها. عشو كنت معلق امالك؟ لك عشو معلقه على التعليقه هاي اللي بعلق عليها دايما. لك يا زلمه، حدا الله يصحب يعلق اماله على التعليقه يعني؟ لك يا خيي، كانوا امالي مرطبين وهيك مع حاسسهم بلشوا يطلعوا ريحه، قلت بشمسهم شوي. لك يا زلمه، انت امالك كل عمره ضعيفه وخفيفه، بكون طيارهم الهواء. لك هاي هي، يا ريتني حطيت لهم ملاقط. يا زلمه اتركني اتركني، معصب معصب. لك شو بك؟ لك كنت عم كسر بالزباله، لقيت امال ضايعه فشبتها. ايه شو صار؟ عالي منيح، صار عندك امال منيحه. لك ايه صار عندي امال يا زلمه؟ طلعت امال خايبه، امال خالصه مدتها، اكتئبت. دبرس يعني؟ وفي ختام هذه النشره تذكير بعناوينها. رئيس الحكومه هو بموجب الدستور بصلاحياته بألف الحكومه. ولاده الحكومه متوقعه نهايه الاسبوع وحركه مشاورات ناشطه للدفع بها.
Lebanon has witnessed 4 Israeli invasions. مجلس الأمن الدولي يبحث قضية الأنفاق. المندوب الأمريكي يتهم حزب الله بتهديد لبنان، واليونيفيل تؤكد خرق القرار 1701. البيت الأبيض يعلن بشكل مفاجئ بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا. نهاية النشرة، إلى اللقاء. وأنا أعود فألقاكم إن شاء الله تمام 11:30 من هذه الليلة.